أما الآن فننتقل إلى المختص في المنشآت الطبيعية سيد عمر نصار، أهلا بك سيدي. تحدثنا إذا مع ضيوفنا المتواجدين في المنطقة المحيطة ببحيرة طبرية، والجميع تقريبا يجمع على الوضعية ربما المعقدة والمركبة للطبيعة الجيولوجية للبحيرة في هذه العمليات، لو تحدثنا عنها بشكل مفصل أكثر. مساء الخير. صحيح أن في بحيرة طبرية فيها مميزات خاصة تختلف عن باقي المجمعات المائية، وبالذات لأن بحيرة طبرية هي عمليا أغمق أو أوطأ مجمع مائي حلو في العالم، وثاني أوطأ مجمع مائي بالعالم بعد بحر الميت. بحيرة طبرية تكونت جيولوجيا بسبب الشق السوري الأفريقي الكبير اللي امتد من جنوب تركيا حتى شمال عند حتى جنوب السودان. فترة معينة كان في عندنا بحيرة اللسان تصل من شمال بحيرة طبرية لحد عين حصب حد سيفا جنوب بحر الميت. نعم. بسبب الظروف الطبيعية أيا كانت، من شان مثلا تبخر زائد، عمليات جيولوجية بظواهر بازلتية، خلص صار كأنه مجمعين مائيات اثنين. بحيرة طبرية من كمان عدا عن التركيب تاعها الحساس، يعني آخر هزة أرضية صارت بحيرة طبرية كانت سنة 1927، وكانت بحيرة كانت هزة مدمرة. هناك في عنا طرف بحيرة طبرية وين حكوا وين كانوا واقفين عن جيل، هناك الكسر الجيولوجي، هناك الشق، هناك في عنا انحدار شديد لقاع البحيرة. نعم. بينما الجهة الغربية عنا انحدار بسيط باتجاه الشرق، وحتى كمان منطقة جنوب الشرقي لبحيرة طبرية هناك في انحدار شديد لأرضية البحيرة، كل ما اتجهنا شمالا كل ما قلنا. هاي واحد. اثنين، في مشكلة ثانية، مشكلة انه زي ما حكوا قبل شوي بقولوا انه في عنا رياح غربية. بحيرة طبرية كل يوم بساعات بعد الظهر فيها رياح غربية قوية تأخذ من الشاطئ الغربي من الشاطئ الشرقي. نعم. وبتجرف كل واحد بيسبع بدون إرادته، إلا إذا كانوا ناس شعين لها الشغلة أن المية تسحب لداخل البحيرة. نعم. هاي اثنين. ثلاثة، في عندنا بحيرة طبرية مية بتطلع من الشمال تخرج من الجنوب. يعني المية كان لحد سنة 1963 مرقطة بحيرة طبرية عدة فترات. من هذه الفترات مثلا لما عملوا سد الجانية سنة 1932 عشان سووا كهرباء باليرموك، ومن سنة 1963 سكروا بحيرة طبرية. ما في إجمالا في جريان مياه وسط بحيرة طبرية من الشمال للجنوب. طيب، مع كل هذه الظروف المركبة سيد عمر نصار، والتي تجعل من هذه الحالة والوضعية معقدة أكثر في عمليات البحث، وأنت مطلع على العمليات ربما المستمرة في منطقة بحيرة طبرية، ما مدى استخلاص العبر للسلطات المختصة وذات الشأن فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحوادث، حوادث الغرق في طبرية؟ والله شو أقول لك، من ناحية أنا بقول الإنسان اللي بده يسبح لازم يلزم التعليمات، والإنسان بده يسبح لا يكون يعرف السباحة. صح المي بتغرب أيام حامية من هالزي، أيام الحارة وفيش عنا مجال ثاني، بدنا نروح على البحيرة عشان نسبح هناك. يعني ما بتقدر السلطات، أنا بديش أدافع عن السلطات، بس أنا بقول إنه إحنا لازم عنا أول شيء وعي، لأنه الواحد يعرف أخطار السباحة ببحيرة طبرية، وقدر الإمكان إنه يندرى الشغلات. اثنين، لازم يكون في من قبل السلطات، يعني في هناك زي سلطة بحيرة طبرية أجان نكوز كنيرة، اللي هي معها ميزانيات عالية، لازم تكون حاطة على شواطئ البحيرة، فتح شواطئ البحيرة السباحة، نكون هون حاطين ناس، هناك حراس يعني عارف دليلين للناس يشرحون كيف انه ممكن الواحد ما الاخطار موجوده. ولكن حتى وان وقع الحادث او الحادث المأساوي،
الآن، وقبل ذلك أيضا وقعت العديد من الحوادث. كل مرة نشعر وكأن السلطات المختصة تتعامل مع الحوادث وكأنها جديدة، تتفاجأ بها شيئا ما. لا لا، المشكلة كمان ده كان من الحديث اللي حكوا أخو المفقود والأستاذ حكى هناك. السلطات لما تتعامل مع واحد عربي مش زي ما تتعامل مع واحد يهودي. هاي مفهوم ضمنك. هيك أنا حاطة شعرت. يعني هاي المقولة الفصل في هذا الموقف ربما هو من المؤسف في مجال. فعلا. في مجال إنه يساعده أكثر و يعني على الأقل يقللوا من معاناة الأهل، معاناة الناس بالنتيجة الحتمية. فعلا، وعن ذلك يتحدث الجميع المتواجدين وغير المتواجدين أيضا في عمليات البحث المتواصلة ببحيرة طبرية. شكرا لك المختص في المنشآت الطبيعية الأستاذ عمر نصار.